السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم البنات غنشارك معكم هذا الديسير او تحلية من تحلية رمضان. كيجي سهل البنات، مذاق الفستق او بيستاش. خليكم مع الفيديو حتى الاخير ويلا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. هنايا البنات غادي نحتاج لهذا البسكوي، هذا تقدروا ديروا اي بسكوي عندكم في الدار. هنايا غادي نحتاج واحد ساشيه ديال الفلون، هنايا عندي الفلون حجم عائلي بنكهه البيستاش او الفستق. وغادي نحتاج معلقه كبيره عامره ديال كريم باتيسير. هنايا عندي الحليب، بالنسبه للقياس هنا غادي ندير نص سيترو. نص سيترو الحليب البنات راه كيدير ربعه ديال لي بول هكا جبيبنات، يكونوا حجم متوسط. غادي ندير هذيك الساشيه، كل ساشيه البنات فيها نص سيترو. وغادي نزيد هنايا معلقه كبيره ديال كريم باتيسير. غادي نحركهم مزيان يكونوا باردين، عاد غادي نديهم فوق البوطه. صافي البنات، هنايا من بعد ما تيطيب ليا في الوقت فاش كيطيب ليا الفلون، غادي نشرب هذا البسكوي هذا في شويه ديال الحليب وغادي نديرهم في هذوك الكويسات. المهم راه كيجي القياس ديالهم هو هذاك. صافي هنايا من بعد ما طاب ليا الفلون كيجي هكايا، كيكون عاقد شويه مع هذيك المعلقه ديال الكريم باتيسير. صافي غادي نعمرهم مباشره. هنايا كما قلت لكم البنات راه ساشيه كدير ربعات الكيسان بالضبط، الا بغيتو تزيدو من بعد زيدو. صافي هنايا البنات غادي ندير واحد المعلقه صغيره، غادي نحيد هذوك الفقاعات ضروري باش نقاد داك السطح ديال الكويس ما يبقاش هذاك العيب. صافي وغادي نحطهم شويه يبردوا على برا، عاد غادي ندخلهم للفريغو او الثلاجه حتى يبردوا. بعد ما تيبردوا كيجيو على هذا الشكل، هذا كيكون شويه عاقد شاد راسو. ومن بعد غادي ندوز للتزيين. هنايا بالنسبه للتزيين البنات، زين بشويه ديال البيستاش او الفستق كونكاسي هكا مهرمش. وغادي المهم التزيين تيبقى لكم الاختيار، مادام حنا درنا الفلون الديسير بنكهه ديال البيستاش او الفستق، غادي نزين بالبيستاش. هنايا غادي نزيد غادي نزين بهاد لي سوغيز كونفي. قدروا ديروا اي حاجه عندكم البنات، شويه الفريز الفرامبواز اي حاجه في هاد اللون هذا. المهم هاد اللون كيتواتى مع البيستاش. هذا هو التزيين البنات، كنتمنى يعجبكم. وكما كنقول لكم دائما التزيين تيبقى لكم اختيار على حسب اللي عندكم في الدار. هذا هو الشكل النهائي البنات، كيجيو زوينين، غير جربوهم راه ساهلين العشاق نكهة البيستاش. هنا غادي نوريكم الداخل كيفاش كيجي شاد راسو عاقد. هذا هو الشكل النهائي. تقدروا البنات ما ديروش هذاك البسكوي من التحت، المهم ليكم الاختيار. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم فيديو هذا. كان هذا هو الديسير اللي ساهل بسيط فدغيا، كيوجد تحليه من تحليه رمضان، كنتمنى تعجبكم، جربوها البنات. وشكرا، وما تنساوش اللايك لعجبكم فيديو. والسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.